أصدقائي، النهاردة هنعمل طاجن المكرونة بالبطاطس بطريقة سهلة وطريقة اقتصادية جدا من مكونات البيت. برام أو طاجن البطاطس بالمكرونة، هنعرف إزاي الطريقة والخطوات من خلال الفيديو على قناة ميرو للمعلومات والطبخ، ميرو تشانل. النهاردة هنعمل حاجة جميلة قوي ولذيذة جدا، طبعا دي بدون لحمة، يعني ممكن للنباتيين للصايمين، حاجة اقتصادية جدا تبسط الجميع. يعني احنا عندنا، انا سلقت بطاطس، البطاطس هنا نص كيلو، هنا المكرونة ربع كيلو، يعني اي كمية بطاطس لازم في الصينية دي او في الطاجن ده يبقى ضعف المكرونة، كمية المكرونة بتبقى اقل من البطاطس. عندنا صلصة، عندنا فلفل هحطه في القاع عشان لما اقلبها، يبقى هنحط فلفل في القاع وهنحط بصلة عشان نعمل الصلصة. والتوابل عندنا عبارة عن بابريكا، جوز الطيب، خلطة ماجي، ملح وفلفل، 7 بهارات وكمون. هنستخدم اي زيت نباتي، طعمه حلو ريحته حلوة. هنبتدي نعمل الصنف. اولا هنروح نشوح بصلة عشان نعمل الصلصة. قبل البصلة هنقطع الفلفل شرايح كده وهنشوحها في زيت الأول، والزيت اللي فاضل هنشوح بالبصلة اللي هنعمل بيها الصلصة. هنقطع الفلفل يعني ايه دواير كده أو شرايح. طبعا هنطلع البذرة دي، البذر اللي موجود. هنبتدي نقشر البطاطس وعشان هنهرسها بعد كده. قشرنا أصدقائي البطاطس، ودلوقتي المكرونة مسلوقة والبطاطس متقشرة، ونروح بقى نعمل الصلصة. هنشوح الفلفل، حطينا شوية زيت وبعدين هننزل بالفلفل، هنشوحه تشويحة بسرعة كده بسيطة ياخد لون بس. بعد دقيقة هناخد الفلفل نطلعه عشان هنحط البصل مكان الفلفل. هنحط البصل أصدقائي عشان نعمل الصلصة. هنزود شوية زيت ونقلب لغاية ما تدي بس تتدبل وتدي لون اصفر خفيف كده. هنحط صلصة، نقلب الصلصة مع البصلة كده. طبعا انا حطيت هنا حوالي 3 معالق كبار صلصة، هحط قيمة كوباية مية كده. مش عايزة الصلصة تكون خفيفة، عايزاها تكون متسبكة. هنبتدي نحط التوابل على الصلصة. قلنا زي جوز الطيب وكمون و7 بهارات وبابريكا وشوية خلطة ماجي اللي هي دي الخضار وملح وفلفل، لكن انا حاطة كمية قليلة من خلطة ماجي، وهدوق الصلصة. اذا كانت محتاجة هحط مكعب مرقة خضار، مرقة ماجي خضار. هنحط الأول التوابل وندوق. هحط المرقة مكعب مرقة خضار ودوب. هسيبها تتسبك شوية أصدقائي، وهنروح بقى نهرس البطاطس ونخلطها مع المكرونة. الخطوة التانية هنهرس البطاطس. هنبتدي نهرس البطاطس زي ما انتم شايفين كده أصدقائي. هجيلكم بعد ما نخلص هرس البطاطس بالهراسة. هنحط المكرونة، هنضيف المكرونة على البطاطس. لازم تكون المكرونة أقل من البطاطس في كمية البطاطس أكتر من المكرونة. هنقلب أصدقائي. هنحط شوية صلصة كده على البطاطس والمكرونة، ونبتدي نهرس أو نعجن البطاطس والمكرونة مع الصلصة. هنحط زيت
وزودت شوية ملح بسيطة. بعد كده أصدقائي هنقلب بعد ما وضعنا الزيت، وهنبتدي بقى نعمل الطاجن. أول حاجة في الطاجن أصدقائي هحط شوية زيت صغيرين جدا كده، وهوزعهم كده في الطاجن، وهحط الفلفل زي ما انتوا شايفين كده، هحط الفلفل في القاع. بعد كده هنصب المكرونة والبطاطس، هنحط كده أصدقائي ونوزع السطح بالتساوي. هندهن الوش بقى، هنحط شوية زيت زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط صلصة، معلقة صلصة كده، وكاتشب زي ما قلت لكم أصدقائي، معلقة صلصة ومعلقة كاتشب، الكاتشب بيحطوا فيها سكر. هنقلب ونحط ملح وفلفل وندهن سطح البرام. هنحط شوية فلفل صغيرين، وادي شوية ملح وشوية كمون، ونقلب ندهن الوش، وش البرام بالكاتشب والصلصة والزيت طبعا عشان يدي وش ولون حلو من فوق. نحطه بقى في حرارة 180، وبعد ربع ساعة هنطلعه فوق ياخد الوش من فوق. نلتقي بعد ما يخرج من الفرن طبعا على 180 في الرف الوسطاني. خرج البرام أصدقائي من الفرن ريحته فظيعة، ريحته جميلة جدا، وشوفوا منظره قد إيه جميل، ممكن نعمله في العزومات، حلو خالص يعني. أرجو إن انتوا تجربوه، هيعجبكم قوي وهيعجب كل أفراد الأسرة. قلبنا البرام أصدقائي، وطبعا هو برد شوية بعد ما طلع من الفرن، ما نقدرش نقلبه غير لما يبرد. أصدقائي قلبنا البرام قد إيه شكله حلو قوي، والفلفل اللي احنا حطيناه تحت ده مدي لون جميل جدا، ممكن نعمله في العزومات، ويعني جميل خالص. والريحة طبعا الفلفل كمان مدي ريحة للطاجن حلوة قوي. أرجو إن أنتوا تنفذوا الوصفة، وإلى اللقاء وشكرا. أصدقائي قطعنا قطعة من البطاطس مع المكرونة، وهناخدها قد إيه جميلة، شوفوا قد إيه حلوة، هنحطها بقى في الطبق ونقدمها. أرجو إن أنتوا تنفذوها وتبعتولي في الكومنتات والتعليقات، وأشكركم.